السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا على خير. الوصفة ديال اليوم هي كيك بالحامض وبذور الخشخاش غرين دو بافو. نتمنى تجربوها، كتجي خفيفة ولذيذة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 228 غرام طحين، نصف كوب زيت، كوب ياغورت دانون طبيعي، 150 غرام سكر سنيدة، 3 البيضات، عصير حامضة وحدة، عندنا 2 معالق كبار ديال بذور الخشخاش، وقشور حامضة وحدة، نصف ملعقة صغيرة الملحة، 2 معالق صغار ديال خميرة الحلويات، ومعلقة صغيرة الفاني. غادي تلقاو المقادير في صندوق الوصف بالجرام وبالكوب. غادي ناخدو بول وغادي نخلطو فيها الطحين والملحة وخميرة الحلويات، وضروري يكونوا مغربلين، ونخلطوهم ونخليهم على جنب. ناخذ بول كبر منها، غادي نخلطوا فيها السكر والبيض، غادي نحاولوا نخلطوا بالطراب الكهربائي، لا ما عندكمش يمكن لكم تستعملوا هي ديال اليد. كنخلطوا السكر والبيض وقشور الحامض، من بعد كنضيفوا دانون ونخلطوا، ونضيفوا عصير الحامض والزيت والفاني. ونضيفوا الطحين على 2 مراحل ونخلطوه بسباتول. اخر حاجه كنضيفوا بذور الخشخاش ونخلطوا. كناخذوا الخليط ونكبوه في مول ديال الكيك اللي غلفته هنا بورق الزبده. كنطيبوه في الفرن اللي نكونوا مسخنينه قبل، من 45 دقيقة حتى 55 دقيقة في درجة حرارة 160. بالنسبة للسيرو غادي نحتاجو 50 غرام سكر و 60 مليلتر عصير الحامض. ناخدو كاسرول نضيفو لها عصير الحامض والسكر ونخليهم يغليو حتى يوليو لينا بحال شي سيرو. كناخدو الكيك ونتقبوه بعود الأسنان ونكبو عليه السيرو حتى تشرب لينا الكيك. فهاد المرحله لا بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها ماشي مشكل. نسيت ما ذكرت لكمش، الكيك خصها تكون شويه دافيه باش نكبو عليها السيرو. كنتمنى تكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، وتشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. شكرا على المشاهده والى اللقاء.